انتوا تعرفوا بعض؟ خطيبتي. خطيبتك؟ كويس قوي. لو اتقدمت انت وخطيبتك لاختبارات وظيفة ومطلوب بس يعني موظف واحد، وان يعني وخطيبتك اكفأ منك، دي الميكروفون بقى هتتنازلي له الوظيفة دي ولا ايه؟ خطيبك حبيبك يعني انت شايفة ان قدراتك في الوظيفة دي انت اكتر منه وتستحقيها، وواحد بس اللي هيتقبل منكم انتوا الاثنين. لا هديهاله بقى عشان هو يعني يا اختي عليك يا اختي عليك. ايه ده؟ يعني انت مش مؤمنة بعمل المرأة؟ لا لا، وشايفة ان الست مكانها في البيت، وشايفة ان الوظيفة تعني الكفاءة بصرف النظر على الجنس والعرق والنوع. طب يعني ينفع هو يقعد في البيت وانا انزل اشتغل؟ في الاول بس. يعني فعلا هتسيبي الوظيفة ليه؟ انا مش مصدقك. هتسيبي الوظيفة فعلا؟ طيب انت هتقبل؟ قول الصراحة. يعني وانت عارف انها اكفأ منك، قول الصراحة. مش عارف بس ممكن اقبل. ممكن اقبل بالوظيفة لو هتزلك طول العمر يا ابني. هتقبل الوظيفة؟ يعني الوظيفة هتسعى انها تشتغل؟ هو ممكن اساعدها ان انا الاقي لها شغل تاني بس بعد ما انا اشتغل، لان انا لازم اكون انا جاهز يعني ان انا اتجوزها وكده. بس فما ينفعش ابقى انا قاعد من الشغل مثلا وهي شغاله. ليه؟ هو انت لو مراتك بتشتغل وانت عندك زوجه ما بتشتغلش، تشعر باهانه ان ست بتصرف عليك؟ المعنى ده اللي احنا عارفينه. هو مش كده، بس انا ما اتعودتش اقعد في البيت. يعني لو هنزل اشتغل اقعد على قهوه. لا ما تعودتش اقعد على البيت.